بعد مرور سنة على هجوم 7 أكتوبر، طلب قداسة البابا فرانسيس بوقف فوري لإطلاق النار على كل الجبهات، مذكرا قداسته بمبادرات الصلاة والصوم الضرورية من أجل السلام، كما طالب بالإفراج الفوري عن الرهائن، وقال: إن الشرق الأوسط يتعرض منذ ذلك اليوم لمعاناة تزداد حدة، حيث هناك عمليات عسكرية تواصل ضرب السكان في غزة، مشيرا قداسته إلى ما وصفها بالمعاناة الكبيرة لهذا الشعب في القطاع. كما طالب الحبر الأعظم بوقف إطلاق النار في لبنان، معلنا الصلاة من أجل الشعب اللبناني وخاصة سكان الجنوب الذين يضطرون إلى ترك بلداتهم. وأكد البابا فرانسيس حق جميع البلدان في العيش بسلام وأمن، وألا تتعرض أراضيها للهجوم أو الغزو، كما يجب احترام سيادة الدول وضمان الحوار والسلام بدلا من الكراهية والحرب.